رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة حصول الفريق الملكي للقدرة على لقب بطولة إسبانيا الدولية للقدرة لمسافة 160 كيلومتر والذي أقيم في إسبانيا بمشاركة واسعة، مشيدا سموه برعاية جلالته أيده الله لرياضة القدرة والذي ساهم بمواصلة حصد الإنجازات الخارجية لمملكتنا الغالية وتأكيد ريادة القدرة البحرينية في كافة المحافل الخارجية. كما أشاد سموه باهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أن هذا الاهتمام والدعم له الأثر الإيجابي الكبير على الفريق والذي كتب من خلاله اسمه بأحرف ذهبية، مضيفا سموه أن هذا التتويج بالمركز الأول في سباق 160 كيلومتر لم يأتي من فراغ، إنما بعمل متقن وخطة فنية من الفريق. هذا وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد على متابعة وتوجيه فرسان الفريق الملكي، حيث أعطت متابعة سمو معنويات عالية للفرسان الذين حصلوا على دفعة معنوية عالية واجتيازهم مراحل السباقين. وسيقود سموه الفريق الملكي للقدرة في سباق 120 كيلومتر للعموم على الجواد كالاندريا، وسيشهد سباق 120 كيلومتر للعموم مشاركة سموه إضافة إلى الفارسة الشيخة نجلاء بن سلمان آل خليفة والفارس سلمان عيسى والفارس محمد عبد الحميد الهاشمي والفارس عثمان عبد الجليل العوضي. وتمكن الفارس رائد محمود من الحصول على لقب سباق 160 كيلومتر على الجواد الشاكر معتز، وحاز الفارس محمد عبد الصمد على المركز الرابع. سمو الشيخ ناصر قدومك فرح ودائما نتائج طيبة والحمد لله تحققت نتائج إيجابية بانتظار بكرة إن شاء الله بعد. بإذن الله بارك لي سيدي جلالة الملك، وتوني كنت وياه على التلفون بارك له مباشرة فوز الفريق الملكي وفريق الرعود بالمركز الأول والرابع في بطولة إسبانيا. البطولة ما كانت سهلة، تبعت المراحل كلها وشفت صعوبة تضاريسها، لكن احنا كنا نعرف أن تضاريسها الأرض هي صعبة وتجهيزنا كان لهذا الغرض، يعني جهزنا الخيل بطريقة مختلفة أنها هي التواكب، وعلمنا أن خيلنا جات من البحرين وندربها على هذه الطلوع وهالجبال هذه يعني تطلب من عندنا شوي ابتكار في نوع التدريب. فهو الصراحة يعني إنجاز متكامل من فريق ومن خيل ومن فرسان ومن جميع الحمد لله، والتوافق طبعا ياتنا من الله. طول العمر رحنا بانتظارك بكرة إن شاء الله طول العمر، ونكمل هالفرحة وهالإنجاز بمشاركتكم وقيادتكم للفريق. أنا تعرفني أنا مثل ما قلت أنا إن شاء الله بشارك فريقي بكرة وبعطي اللي عندي كله، وبحاول إن شاء الله أني بعد أواصل إنجازنا اللي حرزنا اليوم. إن شاء الله إن فزت بيكون شيء طبعا يعني كبير بالنسبة لي أني أفوز في بطولة إسبانيا وخاصة مع فرسان كبار. وأي شيء بكرة إحنا طبعا نستقبله بصدر رحب، فبنشوف إن شاء الله بكرة شو الأجواء وش اللي ينتظرنا إن شاء الله. رائد نقول لك مبروك هالإنجاز اللي تحقق اليوم في إسبانيا. والله وش بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك يا أبو أحمد،
والله مثل ما شفت يعني من الانطلاقة من الساعة 6 الصبح كنا منطلقين الحصان، يعني كنا ويا المجموعة الأولية، كنت مياودة آخر واحد، فالحصان قلبه قوي، الحصان اسمه شكير ممتاز. فمن المراحل يعني كنا ويا المجموعة المتصفحة. طبعاً هذه أول مشاركة لك في إسبانيا، والإهداء طبعاً مهم جداً يعني. إيه نعم، هو أول مشاركة لي في إسبانيا، والله نهدي الفوز حق جلالة الملك وسموه الشيخ ناصر وسموه الشيخ خالد وجميع أعضاء الفريق الملكي والشيخ دعي والمدرب عبد الرحمن السعد. يقول لك مبروك المركز الرابع في هالبطولة. يمكن أنا ما سألت رائد، لكن أسألك أنت، صعوبة السباق في وين كان؟ صعوبة السباق والله أول مرة أن نشارك في أجواء صاعدة ونازلة وحصى، يعني حتى الأرضية كانت خطرة جدا خطرة، بس الحمد لله عديناها وتوفقنا، رائد ما قصر وحاولنا ننجز اللي نقدر عليه، وصلنا للرابع والحمد لله ختمناها بالفوز. عبد الرحمن مبروك، طبعا إنجاز ما بعد إنجاز اليوم يعني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا إنجاز حق مملكة البحرين، ونهدي هذا الفوز حق جلالة الملك الله يحفظه وسمو الشيخ ناصر الداعم الأول وصاحب الأفكار وصاحب الرأي كلها والمشرف الأول أول بأول، وحق الشيخ دعي اللي تعرف هو قائد اسطبلات الرعود، نهدي الفوز هذه حق مملكة البحرين.